يرفض أن يصنف ضمن خانة ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين، لأن موهبته اخترقت كل معنى ضيق للعجز والإعاقة. نور الدين شرابي فنان تشكيلي بالفطرة وموهبة لا تعترف بالعراقيل. عندي موهبة تاع الرسم تحت بها إعاقة، تحس روحي كإنسان عادي كيما الناس، والحمد لله يعني وربي عطاني حاجة كيما هادي نعمة. شاءت إرادة الخالق أن يولد نور الدين دون ذراعيه، ولكنها نفس المشيئة التي قدرت بمولد موهبة تستوقف الناظرين للتأمل في إعجاز إلهي من نوع آخر. كيف لا وهو يستخدم قدميه في رسم أشمل المناظر الطبيعية وباستعمال ألوان فرح زيتية ومائية، فيترجم بذلك واحدة من آيات الله في العدل والإنصاف، ويلقن درسا في التحدي والعزيمة. نحب نخدم بزاف شون الرسم هذا هو اللي يساعدني. أنا كان في عمري سنين كانت عندي هذيك الإعاقة هذيك من البداية هذيك، زي أنا زايد هكا ونحب هذيك الرسم. من قال أن الإعاقة يمكن أن تكون حجر عثرة في طريق أي موهبة؟ فنور الدين شرابي نموذج للموهبة الحقيقية الطموحة التي ضربت عرض الحائط العجز، فاستحق بجدارة أن يحمل لقب فنان لا معاق.